ينضم إلينا مراسل الغد من أنقرة من أمام وزارة الخارجية مصطفى القطان، ومن القامشلي تنضم إلينا كذلك مراسلتنا ناز السيد. أرحب بكم يا زملائي، وأبدأ معك مصطفى. طالما أن أنقرة سبقت مباحثاتها مع جيفري بأنه إذا لم تتأسس منطقة أمنة في شمال سوريا سنشن عملية عسكرية، هل مباحثات أنقرة مع جيفري أتت ضمن الهوى التركي أم ماذا في التفاصيل؟ نعم، مرحبا داليا. طبعا الموضوع لا يتعلق فقط بالمناطق الآمنة أو المنطقة الآمنة التي تريد تركيا إنشائها على طول حدودها مع سوريا، لكن أيضا هناك الكثير من النقاط. أهم هذه النقاط الاتفاق بين واشنطن وأنقرة حول إرسال الأكراد أو دفع المقاتلين الأكراد من منطقة غرب الفرات إلى منطقة شرق الفرات، وهي الاتفاقية التي لم تنفذ من قبل الجانب الأمريكي، وهذا ما أكد عليه وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أغلو اليوم في لقاء تلفزيوني. ذكر بأن أكثر من سنة ونصف مرت حتى هذه اللحظة ولم يقم الجانب الأمريكي بخطوات جادة تجاه هذا الموضوع، وبالتالي أيضا هناك ملف آخر وهو تسليح المسلحين أو المقاتلين الأكراد، سواء كانت قوات سوريا الديمقراطية أو وحدات حماية الشعب الكردي بأسلحة ثقيلة. تركيا لا تريد هذا الموضوع، وبالتالي جميع هذه الملفات قد تطرح على جيمس جيفري الذي يقوم باجتماعات الآن طبعا في مبنى وزارة الخارجية الذي يقع خلفي بطبيعة الحال. طبعا طيب، وأنت الآن موجود مصطفى أمام يعني قبل أن تخرج طبعا المباحثات إلى نتائج، بما ستضغط تركيا على جيفري اليوم؟ يعني تركيا ربما أوضحت فكرتها بأنها سوف تتخذ قرارات سواء كانت بضوء أخضر أمريكي أم لا، باعتبار أن هنالك بعض الترجيحات بأن لدى تركيا بالفعل ضوء أخضر من الجانب الروسي. ربما استمرار تركيا بتنفيذ صفقة الأس 400 دون موافقة الولايات المتحدة الأمريكية قد يدفعها مرة أخرى لاتخاذ قرار مشابه، وبالتالي هذا الجانب سوف تقوم تركيا بالضغط عليه أكثر على الجانب الأمريكي. وربما سوف تلعب تركيا على محاولة موافقة واشنطن على قيام تركيا بعملية عسكرية بموافقة أمريكية حدود وضمن ضوابط تراها واشنطن مناسبة، فضلا عن قيام بعملية عسكرية دون ضوابط أو قيام بعملية عسكرية كما يحلو لتركيا. بالتالي ربما تكون هذه الأمور أوراق ضغط تستخدم على واشنطن قد تقرب وجهة النظر بين الجانبين داليا. طيب مصطفى، ابقى معنا، سنتحول إلى ناز السيد في القمشلي. ناز، طالما أنه من أحد الموضوعات المهمة المدرجة في مباحثات اليوم هي مسألة منبج أو خريطة الطريق التركية الأمريكية لطرد وحدات حماية الشعب الكردية، كيف تراقب هذه المسألة من قبل الأكراد، وهل أخذوا تطمينات من واشنطن بخصوص هذه المسألة؟ نعم داليا، بالتزامن مع زيارة المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا إلى تركيا اليوم، وصل وفد رفيع المستوى من القيادة الأمريكية إلى مدينة كوباني للاجتماع مع قيادات قوات سوريا الديمقراطية. حسب اتصالي مع قيادي في قوات سوريا الديمقراطية أكد بأن الاجتماع يعني المجتمعون ناقشوا القضية أولا سيما التهديدات الأمريكية على الحدود السورية، أيضا مسألة المخيمات. طيب ناز، هل الآلاف من مسلحي عناصر تنظيم داعش والمعتقلين لدى قوات سوريا الديمقراطية في السجون الشمال السوري؟ ناز، حسب معلوماتك هل هذا الاجتماع كان قد صرح بأن أي هجوم تركي محتمل على مناطق ناز، هل هذا الاجتماع كان مقصود أن يتزامن مع زيارة جيفري لأنقرة؟ طبعا ليس لدينا معلومات ان كان هذا الاجتماع اليوم في مدينه كوباني مقصودا او يعني ردا على زياره المبعوث الامريكي الخاص الى تركيا، ولكن الاجتماع يعني مهم جدا بالنسبه لقوات سوريا الديمقراطيه، ولا سيما ان قيادات قوات سوريا الديمقراطيه اكدت بان التحالف الدولي قد وعدت بحمايه حلفائها هنا، ولا سيما قوات سوريا الديمقراطيه ووحدات حمايه الشعب. نعم، وبانها ستقف مع قوات سوريا الديمقراطيه لصد اي هجوم محتمل على مناطق شرق الفرات سواء من جانب التركي أو من أي دولة أخرى على مناطق شرق الفرات. طبعا هناك نقطة أود أن أشير إليها، منطقة منبج طبعا ولا سيما أن هناك اختلاف كبير على مدينة منبج. طبعا هناك من يدير الآن شؤون مدينة منبج هم أبناء مدينة منبج ولا سيما من المكون العربي الذي يدير الشؤون العسكرية أيضا والشؤون المدنية بشكل كامل. نعم، في مدينة منبج. طبعا تركيا حسب خبراء هنا وحسب محللون بأن تركيا دائما
أن تحاول زعزعة الاستقرار التي تتمتع بها مدن الشمال السوري، ولا سيما مدينة منبج التي تحتضن العشرات من المكونات، ولا سيما العرب والكرد. طبعا أيضا يعني مناطق شرق الفرات بعد سيطرة بعد القضاء على تنظيم داعش بشكل نهائي في مناطق شرق الفرات يعني باتت تنعم بشبه استقرار يعني، ولا سيما ولكن قوات سوريا الديمقراطية من جانب آخر اليوم حصلت على وعود أيضا من قبل التحالف الدولي متابعة أو الاستمرار معا لمحاربة خلايا تنظيم داعش التي تنتشر في كامل مدن الشمال السوري. طبعا هناك أيضا نقطة أود أن أشير إليها هنا باختصار ناز لو سمحتي. طبعا المسؤولين هنا دائما يؤكدون بأن تركيا تحاول مساعدة وإنقاذ بقية خلايا تنظيم داعش الذين يحاولون ويستهدفون التجمعات السكنية والتجمعات المدنيين هنا في الشمال السوري. كما لاحظنا خلال الأشهر السابقة دائما هناك تفجيرات تستهدف الأحياء السكنية التي تكتظ بالسكان. يعني المدنيين دائما يؤكدون بأن تركيا هي ما تحاول عرقلة الوصول إلى حل. أيضا يؤكدون بأن الحوار هو السبيل الوحيد للوصول إلى إنهاء الأزمة هنا في الشمال السوري. من القمشلي نازل السيد، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول كذلك لمصطفى القطان من أمام مقر وزارة الخارجية بأنقرة، شكرا جزيلا لكما.